بسم الله، كل عام وانتم بخير. نرحب باصحاب السماحه والساده العمداء في الجامعات والاساتذه والحضور الكريم، وندعو بالخير لمؤسس هذا الجامع على التقوى باذن الله، اخينا الاستاذ نافذ الجندي، ونحيي الجندي المجهول الأستاذ رياض الترك مدير هذا المسجد الذي يشرفني ويدعوني في كل عام لإلقاء محاضرة في هذا الشهر الكريم. كما أشكر لجنة جامع الوفاء المنبثقة عن جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية في طرابلس. أيضاً اسمحوا لي أن أوجه شكري العميق للعميد الدكتور غازي تدمري الذي أعد ما ستشاهدونه الآن. ستكون المحاضرة بالصور أكثر من الكلام. كما أشكر المهندس الدكتور خالد على مجموعة الصور النادرة التي سوف تشاهدونها بعد قليل. عنوان المحاضرة نقوش المماليك. حتما سيتبادر إلى أذهانكم أن الموضوع سيتناول الزخارف أو الكتابات المنقوشة على عمارة طرابلس، ولكن الموضوع في الحقيقة هو عن شيء يسمى الرنوك، مفردها رنج، الكاف تلفظ مثل الجيم المصرية. رنج كلمة فارسية معناها اللغوي لون، واصطلاحا أصبحت تستخدم في عصر المماليك على أساس أنها شعار. هلا بعصرنا الدارج تسمى لوجو، يعني كل مؤسسة بدأت تفتح مكتب تعمل حالة شعار معين مشان يتعرف عليه العالم. هذا الشعار كان يسمى قديما رانج. سنبدأ بجولتنا. أهلا باشمهندس. مع القمر الصناعي الذي يطوف فوق دولة المماليك، مصر وعاصمتها القاهرة هي عاصمة دولة المماليك التي امتدت نحو قرنين وربع القرن. كانت مصر وبلاد الشام، ونحن جزء من بلاد الشام. سننتقل من مصر عبر ساحل فلسطين حتى نصل إلى ساحل لبنان. أرجو أن تنتبهوا، هنا سبعين، واحد على اليمين واحد على اليسار. سوف يأتي الحديث عن هذا الشعار أو الرنك لاحقاً. انطلقنا من القاهرة إلى مدينة خان يونس في فلسطين. هذا الشعار الذي على اليسار هو رنك الدوادار. الدوادار كلمة مركبة من لفظين، دواء اللي هي دوات المحبرة، دوات الحبر، وكلمة دار كلمة فارسية معناها ممسك أو حامل، فيبقى هو يلي ماسك المحبرة. يسمى في العصر المملوكي
الدواء دار، هذا منصب كان هو ينشئ المكاتبات الرسمية للسلطان. هذا شعار الدواء دار أيضا منقوش في خان يونس، سوف نجد مثيلا له في طرابلس. هنا على اليمين وعلى اليسار وصلنا إلى لبنان، سنتوقف قليلا عند نهر الكلب، جسر نهر الكلب عليه كتابة من العصر المملوكي. لاحظوا على اليمين رنك الكأس يرمز إلى صاحبه الذي كانت مهمته أو وظيفته تقديم الشراب للسلطان، فيدعى الساقي. سنجد الكثير من الكؤوس منقوشة على عمارة طرابلس، هذا نموذج من الكؤوس. هناك السلطان برقوق، هذا الشعار سنجد مثيلا له في برج الآن تقريبا شوه وتغيرت معالمه وأصبح مبنى لمطعم السمك، تعرفوا بالميناء اسمه برج السمك اللي جنب الشاطئ الفضي. هذا كان برج لقائد الجيوش في دولة المماليك، اسمه الأمير أيتمش البجاسي، هو عمر البرج اللي جنب الشاطئ الفضي عندنا بطرابلس، فضرب رنكو هذا داخل البرج. مع الأسف البرج الآن مثل ما بتعرفوا تحول إلى مطعم وما إلى ذلك طبعا، فسوف نشاهده تقريبا في آخر العرض. وصلنا الآن إلى طرابلس من الجو، نلاحظ بقى الميناء والجزر. بعد شوي حندخل فوق طرابلس القديمة اللي هي المملوكية ونشوف الرنوك المنتشرة في معالم هذه المدينة. سنبدأ من جامع الأمير طينال. أول شيء ندخل من طرابلس من الجنوب إلى الشمال. صورة قديمة سنة 1939 بالضبط، لاحظوا. صورة حديثة 2003. هنا في أعلى المئذنة حنشوف أربع كؤوس منقوشة في أعلى مئذنة الأمير سيف الدين طينال الحاجب، هكذا ذكر في المصادر التاريخية، ولكن ليس هناك مصدر ينسبه إلى الساقي، مع أنه نقش أربع كؤوس على المئذنة. لاحظوا الكأس والكأس الثاني والثالث. الدكتور غازي أول امبارح صلينا بجامع طينال يوم الجمعة وطلعنا على المدنة، فاكتشف أنه هناك كأس رابع حتشوفوه. أنا هدول شفتهم من سنة 1970. هذا الكأس الرابع، لاحظوا هلا حيبين أكثر يمكن. معنى هذا أن الأمير طينال إلى جانب كونه كان حاجباً عند السلطان في القاهرة أيضاً تولى تقديم الكأس والطعام والشراب للسلطان، فلهذا نقش شعاره في أعلى مئذنة الجامع الذي بناه. حناخد كام لقطة من داخل جامع طينال، وعلى فكرة هذه السنة
يصادف مرور 700 عام تماماً على بناء جامع فينال، وسوف نحتفل بهذه المناسبة قريباً إن شاء الله. بعض النقوش داخل الحرم الداخلي في جامع طينان، هذا قبر عثر عليه في جبانة باب الرمل، وهناك الكثير منه على شكلته، ولكن يهمنا زهرة اللوتس اللي شايفينها في الوسط. أيضا هذا شعار استخدمه الممالك كثيرا في بيوتهم وعلى قبورهم وعلى مقتنياتهم الأخرى. ننتقل من جامع طينال إلى السوق الحدادين ونصل إلى سبيل التينة. سامعين في تعرفوه سبيل التينة؟ وين الحمام الجديد وجمال المعلة؟ السبيل ضمن جدار الحمام، هذا هو. مع الأسف لا أحد تشوفه بقى كيف شكله، كيف مطموس وكيف مبهدل، لكن الشاطر يعرف يقرا شو مكتوب فيه. هذا بناه الأمير محمد بن مبارك شاه العلائي سنة 827 هجرية، ونقش رنكه في الزوايا الأربع. هتلاحظوا من تحت من فوق على اليمين وعلى الشمال من تحت، هو رنك الدوادر يلي سبق وحكينا عنه بخان يونس. نعمل مقارنة، حنشوف نفس الشكل اللي هي محل ما بيحطوا الأصبع اللي كانوا يكتبوا فيها ودوات الحبر، وبيحطوا نشا مشان ينشف الحبر، وبيحطوا قطعة قماش مشان يمسحوا الأصبع حتى ما تتوسع. هذه كلها كانت موجودة في هذه النقطة. هذا الشعار الدوادر مثله بسبيل التينة، هو أقدم سبيل ماء عندنا في طرابلس من العصر المملوكي، لا يوجد مثيل له في كل لبنان. هذا واحد منهم. حننتقل من سبيل التينة حنوصل إلى جامع الطحام. تعرفوه جامع الطحام؟ جنب جامع الطحام مباشرة في السلم تبعته بيطلعوا له بالدرج، بدل ما تطلعوا على السلم تبعت الجامع حتطلعوا بطريق فيها كم طلعة بوشها بالآخر في بوابة كبيرة جواتها في جنينة تسمى جنينة آل الضوء، بيت الزار في حديقة كبيرة فيها مدرسة الفيحاء حاليا معروفة بطلعة الفيحية. قبل البوابة الحديقة في قوس مبني نقش عليه هذان الأسدان أو السبعين، واحد على اليمين واحد على الشمال، اثنيناتهم متقابلين بس كل واحد حجمه مختلف عن الثاني. هذا شعار السلطان الأشرف شعبان بن محمد بن قلاوون. مع الأسف هذا القوس وهذان الأسدان سرقا. هلأ بتروح لهنيك بتشوفه فقط الدعامة اللي كان واقف القوس عليها، القوس مسروق بما فيه الأسدان، حتى نشوف انه قديش في اهمال باثار مدينه طرابلس. مديريه الاثار ما بتعرف فيهم شيء طبعا، ما بتعرف عنهم اي شيء، وحتى لو عرفت ما حتهتم بحمايتهم. نحن ابناء المدينه المفروض نحافظ على اثارنا وتراثنا. حاضبط ساعه حتى ما اتاخر عليكم كثير. مدرسة الصقرقية
مدرسة استقرقية نسبة للأمير سيف الدين أقطرق. أق بالتركي معناه أبيض، وطرق بالتركي معناه مشط، يبقى المشط الأبيض. هو بنى هذه المدرسة ليدفن فيها. عمل الوقفية كما شايفين الكتابة كلها على واجهة المدرسة، ونقش شعاره على هذه الواجهة. ما هو شعاره؟ السيف، لأنه كان أمير مقدم على 1000 نفر. من تكون رتبته هكذا كان شعاره السيف. يعني مثل عنا لواء بدك تقولها لا بالجيش بيحكم عليها 1000 جندي، هذا رتبته، كانت الرانك تبعه هو السيف. سنشاهد أيضا أمثلة عن السيوف المنقوشة على عمارة طرابلس فيما سيأتي. منقوش على الواجهة سيفان، واحد على اليمين واحد على اليسار، وبوابة المدرسة بالنص. طبعا أنا يعني ما تأذوني أكثركم يمكن ما لفت نظركم لنظور أيدي، وهذه دراسة لم يسبق أن كتب عنها أحد أبدا. كل الذي كتب عن الرنوك في القاهرة ودمشق وحلب. هلا شوفوا كمان نكمل عن طرابلس. هذا زغال بلاط اللي هو بيفصل بين الاستقراقية والخاتونية. هذه الخاتونية كمان كان طباخ ويقدم الشراب للسلطان في القاهرة، فحط شعاره الكأس. نقش 8 كؤوس على واجهة مدرسة الخاتونية اللي هي مقابل الاستقراقية. هذا كان نقش السيف، هذا نقش الكأس. مرته هي اللي عمرت المدرسة. طبعا بالتركي والفارسي كانت تلقب بالخاتون، يعني الزوجة، فهي عمرت المدرسة على أساس أن تدفن بداخلها. شاء الله أن ينتقل زوجها بحكم تنقل القادة المماليك والعساكر من بلد لبلد، فرجع إلى القاهرة فتوفيت هناك، وبقي التربة تبعيتها فارغة. فنقش الكأس اللي هو شعاره على جدار المدرسة، والأهمال شوفوا كيف بقى عم تقشط. وهلأ مع الأسف هتشوفوا كيف مبهدلينا وعم يعتدوا عليها وبيشحبروا، فمنها بيكتبوا الأسود وكذا. هذا منتهى الجهل، ما في رقابة، ما في توعية، والدولة ما بيهم أثر طرابلس مع الأسف. شوف هوني كليتوا في كؤوس، في 3 كؤوس على اللوحة، واحد على الشمال وواحد بالنص محد عند لفظ الجلالة الله، واحد ثالث على اليمين طمسوا. شوف من الاستقراقية والخاتونية حنوصل على الجامع الكبير، الجامع المنصوري الكبير. هذه لقطات الجامع المنصوري. المدينة تبعته كانت 3 طوابق قديما، 3 طبقات. هتلاحظوا لا قصيرة، هلا صارت 4. سنة 1940 بني الطابق الرابع. هناك هتلاحظوا في محراب ثاني غير المحراب الأساسي اللي جنب المنبر اللي بيقف فيه الإمام. على الجهة الشمالية من الجامع المنصوري من الحرم في محراب كان وصل للأرضية تبعته إلى أرض الجامع. مع الأسف لما عملوا له الترميم من سنوات قليلة رفعوا، هلا مستخدمينه مثل الدكة. شوفوا عالي بتلون، حاطين فيه مصاحف، حاطين فيه أشياء، يعني وظيفته ألغيت. فالعقد عفوا إذا بترجع فيها غازي شوي، فالعقد في كتابة اللي معمر هذا الحرم هو الأمير أزدمر،
أحد أمراء المماليك كان نائب السلطنة عندنا في طرابلس. لما جرى عملية الترميم اكتشف بالحديقة تبعت الجامع الكبير من الخارج على اللي بتمروا بالسكن وتطلعوا على طلعة رفاعية حتشوفوا محراب الجامع الكبير ناتئ للخارج. مقابلوا هن عم يحفروا مشان يعمقوا الأرض، طلع معهم تربة. التربة هذا الأمير اللي عمر المحراب وتربة ابنه اسمه محمد ابن أزدمر. كان الرانك تبعه هو الدوادر. هلا الآن ما شفنا الأشرف بعد. طيب هان كتابة التاريخ لبناء الروايات الثلاثة يلي عندها باحث الجامع المنصوري الكبير. بس تفوتوا على باحث الجامع عند بركة الوضوء من الجهة الشرقية من فحنشوف الكتابة. هي للسلطان الناصر محمد ابن قلاوون، هو اللي أمر ببناء الرواقات الخارجية للجامع المنصوري الكبير، وذلك سنة 715 هجري. السلاطين في أول الأمر قلاوون وابنه خليل وابنه محمد وابنه الأشرف شعبان وغيرهم كانوا يكتفون فقط باسمهم، يعني شو الاسم هذا هو الرانك تبعهم والشعار، فما منهم بحاجة أنه يعملوا لحالهم رانك معين. مجرد ذكر اسمه للسلطان كان يعتبر هو تعريف به. فطبعاً مذكور اسمه ومذكور كمان نائب السلطنة اللي كان في وقته بطرابلس ومين قام بالعمل العمراني والمهندس لهذا المبنى. هذا ابنه للأمير أزدمر اللي عمر المحراب اللي ذكرناه قبل قليل في الجامع المنصوري الكبير. حتشوفوا توفي الفقير كذا محمد بن أزدمر. نعم هذا هو الأمير أزدمر. مع الأسف هن عم يحفروا بالأرض كسروا الحجر، شايفين بقى راح منه قسم والشعار تبعه فين؟ ليكو على الشمال. هذا شعار الدوادار يختلف عن الشعارات اللي مرت معنا، منشان هيك حتشوفوا التنوع بالرنوك المنقوشة على معالم طرابلس. بوابة الجامع المنصوري الكبير أيضا الكتابة التاريخية للسلطان الأشرف خليل ابن قلاوون يكتفى باسم السلطان كما هو منقوش هنا وكأنه هو شعار هذا الجامع الذي تأسس سنة 694 هجرية. شوفوا حسبون نحن احتفلنا فيه سنة 1994 بنور 700 سنة. هلأ قديش صاروا؟ حوالي 725 سنة على بناء الجامع المنصوري الكبير. وحطينا هذه النحاسية اللي شايفينها موقفة أنا عملتها عند الطرطوسي شعار للجامع بوقتها، وقدمناها هدية للدكاترة اللي جبناهم من مصر وعملوا محاضرات بهذيك المناسبة. إن شاء الله بنعمل جامع فينال بمساعدتكم وتأييدكم كما ترون. هذه الصورة حديثة 2015. حنطلع هلا من الجامع الباب الكبير في مدرستين. انتوا طالعين من الباب في واحدة على اليمين اسمها الشمسية، واحدة تانية على الشمال مسمينا المشهد. طبعا هذه التسمية ما لها أي أساس ولا لا يعني مستند تاريخي، بس قيل أنه لأنه فيها أبر وما ما كان فيه أبر بيسموه مشهد. ولكن مع الأسف كل مدرسة طرابلس فيها قبور وفيها تراب، فالمفروض كانوا يسموها كلهتون مشهد، ولكن سموها مشهد لأنه ما عارفين مين اللي عمره.
على من خلال أبحاثي في كتاب اسمه المنازل المحاسنية في الرحلة الطرابلسية لابن أبي المحاسن الدمشقي، إجا لعنا على طرابلسان ووصف عدد مساجد ومدارس وحمامات ومش عارف إيه، وقال إنه هذه المدرسة فيها واحد مدفون من الهند فسماها المدرسة الهندية. هلا حتشوفوا الضريح تبعه. ولكن لما دخلت أنا على المدرسة لقيت كمان شعار الكأس منقوش داخل المدرسة. هلا حتشوفوه هناكون اثنين، واحد فوق واحد تحت. هلا حيكبرون وتشوفون أوضاع. شايفين الكأس تحت واحد فوق. هيكو. هذا شعار صاحب هذه المدرسة التي تسمى المشهد، معناتها أنه كمان كان يقدم الطعام والشراب للسلطان في القاهرة. هذا الأبر يلي هو شكله هندي، طراز هندي، الخط والقباب اللي على حوالها الشواهد شكله هندي، فمعناتها واحد هندي مدفون هنا. هنتجه نحو الناصرية اللي هي مواجهة للباب الرئيسي للجامع المنصوري. الناصرية بناها السلطان الناصر حسن ابن محمد ابن قلاؤون، حط الرانك تبعه اللي هو اسمه. شوفوا هلا لأنه مطموسة ومشوهة وبعض الأحرف متاكلة وما بقى تنقرا منيح، فحضقناها حتى تشوفوا نفس الكلام. حسن ابن من تحت وأبو محمد من فوق. عز لمولانا السلطان الملك الناصر حسن ابن محمد، هذا شعاره للسلطان حسن على مدرسة الناصرية اللي هي قدام الجامع الكبير مباشرة. عم تعدون لرؤوا كم واحد وحب تشوفوا كل واحد شكله مختلف عن الثاني. هذا الغنى. وهنا بتشوفوا أن طرابلس فعلا متحف أثري فعلا، بس كثير مع الناس بيمروا ما بيلفت لهم نظام ما بيعرفوا هالأمور. حننتقل إلى المدرسة النورية اللي هي قدام حمام النوري مباشرة. المحراب جميل جدا للمدرسة. هذا الشباك اللي هو مطل على سوق الصياغين، في أكثر من شباك، هذا متجه شمالا وفي شباكين مقابل الحمام، اثنين هيك وواحد هيك. هذا الشباك عليه أربع رنوك كؤوس. فين؟ شايفينه شيء انتو هلا؟ شايفين شيء واحد منهم؟ كلهم مدهونين ومطموسين. هلا حتشوفوا هيكو هيكو عند العقدة، بين العقدة والعقدة منقوش الكأس، في ثمانية كؤوس منقوشة على الشباك هين. لك كيف طمسين بدهان يعني بده مكبر ما بين هلا منيح يمكن المطموسة ما يجي واحد هيك حتى يشوهها. لا هذه تمام منو ما فهم منها شيء، مطموس على الاخر. طيب انتقلنا رجعنا شوي الى القرطويه، مدرسه الامير شهاب الدين قرطاي. هذيك الواجهه الشماليه الرئيسيه للمدرسه، والى باب اخر تحت العقد جنب بيته. هان هتلاحظوا بالنص في عصايتين معكوفين وفي مستديرة طابة كرة صغيرة. هذا شو بيرمز هالشعار أو هالرنك؟ يرمز إلى عصا بسموها بالفارسية الجوكان. الجوكان اللي هي العصاية المعكوفة.
الجوكن دار، يعني ماسك العصا أو حامل العصا. شو مهمته؟ كان لما يفيض النيل في مصر، يعني بترتفع منسوب المياه بمصر، ينزل السلطان وكل الحاشية تبينه يحتفلوا بهالمناسبة، معناته أنه هالسنة سنة خير على مصر مشان ينزلها. فيرسل كتب إلى كل نواب السلطنة في بلاد الشام، بدمشق، بحلب، بطرابلس، بصفد وغيرها، أنه عليكم أن تحتفلوا بهذه المناسبة. بماذا؟ يحتفلوا أن يلعبوا لعبة البولو، قذف الكرة. كيف بيقصفوها؟ بيقصفوها بالعصاية. هو كان يلعب بالقاهرة، وعنا نائب السلطنة كان يلعب محل المعيشية حالياً، هذا كان ميدان طرابلس في العصر المملوكي. فالأمير قراطاي كان هو واحد من اللي كانوا يحملوا الحقيبة اللي فيها العصي والكرات للسلطان. فلما عمر مدرسته نقش الوظيفة وشعاره على الشباك الأولاني من الأرطوية: أنتوا فيتي مسؤول عن الطريق، ممكن تنزلوا على الجامع الكبير بالسلم، هتلاقوا فيه أربع نوافذ، أول نافذة هتلاقوا الشعار هذا منقوش، مقابل النوافذ، مقابل جدران المدرسة في بيت، في له تخشيبة بسموها منطرة، نافرة فوق الطريق جنبها منقوش الشعار. هذا يؤكد على أنه هذا المكان هو بيته للأمير قراطاي. شو منستفيد من هالشيء؟ أنه هذا البيت عمروه من عمر المدرسة، يعني هلأ عمروه 700 سنة. هذه البيوت الموجودة عند بطرابلس لا يوجد بيت بلبنان أقدم منه. كيف بدنا نحافظ عليهم؟ هل باستطاع دائرة الأوقاف الكريمة أن تحافظ في حال إجا واحد مأجول هدى أو شوه أو عمل فيها أي شيء؟ نحن مسؤولين، نحن كأبناء هذه المدينة مسؤولون على الحفاظ على آثارنا وعلى عناية فيها وحمايتها. شوفوا هذا جفصين، ممكن أي واحد يجي يكحط الجفصين يروح المعالم كلها نخسرها. لما بتمشوا انتوا بصوا على الطريق، إذا بتذكروا الشيخ محمد تاج الدين كان يبيع العطر بسؤول على الطريق، وجنب منه كان في عمود بازلت على زاوية الظاهر يقف عليه المؤذن تبع الأرطوية. هلا مع الأسف احتلوا بيعين الخضرة وغيرهم وغيرتهم، وفعل منهم عشان يقدروا من الشمس والمطر حطوا برادي، فحجبوا كل هذا المنظر. حتشوفوا في عليها ثلاث رنوك ما حدا بيشوفهم أبدا ولا حدا بيعرفهم، ثلاث رنوك منقوشين. ها الجنوك ده الجوك الدار اللي شفناه له، ومن الناحية الثانية الجوك الدار بالوسط الكأس، يعني كان عنده وظيفتين: وظيفة تقديم الشراب للسلطان، وبعدين وظيفة أنه يحمل حقيبة العصي والكرات للسلطان. فناقشون حتى يثبت هذه المنطقة كلها ملكه. قبل حوالي 25 سنة أنا كنت أرى بعيني فكل دكان بسؤول عطارين مكتوب وقف الأمير قراطاي. مع الأسف الآن مين شيرون ما بنعرف. إذا بتشوفوا من عند الزقاء اللي أهلا معه بصر ببيع لحم بعجين، وواحد ببيع زيتون مع الأسف غطت عليها الدبان والجبنة ومناظر، يعني مغطى مشوه كل واجهة المدرسة الأرطوية، وبتلفوا من صلع الطريق وبتفوتوا على الزقاء الثاني محل مكان فيه فرن اللي كانت تحدث تبيع فيه كعك. هذا كلته ملك الأمير قراطاي وموقوف لمصلحة مدرسة تبعيته. والأمير قراطاي أيضا هو له الفضل في صنع منبر الجامع المنصوري الكبير، ومنقوش على باب المنبر تبع الجامع الكبير أنه هو اللي عمره. هنوصل إلى منطقة باب الحديد.
حمام عز الدين بتعرفوه كليتكم، ها؟ شيلوا حمام عز الدين حنشوف هون أبرو للأمير عز الدين أيبك الموصلي. هذا من أوائل نواب السلطنة اللي تعينوه عنها بطرابلس. هو تملك حمام عز الدين، مع أنه حمام عز الدين كان كاتدرائية صليبية، وحتى الآن الكتاب باللاتيني أنه ترجع إلى القديس يوسف أو جوزيف، موجود حتى الآن بتشوفوا الكتاب فاء الباب الرئيسي مكتوبة. فتملك هو الحمام وتملك كل الدكاكين اللي بتوصل لحديت بركة الملاحة بسوق البزر كان، بما فيها إخوان الخياطين، والمحلات اللي بتمشوا فيها باب الحديد بتوصلوا عند النازلة اللي بتشوفوا فيها جمع البرطاسي، وعمر داره في زاوية هذا المبنى أو المجمع الضخم وكان يسكن هناك. اختار أن يشير على الشعار تبعه فوق الأبر اللي هو دفن فيه. إذا أنتم مرئين بالشارع واضح بتشوفوا على طول، اللي رجع بيشوف هالمنظر، الكتابة تبعته يؤرخ الأعلو وشعاره، هتشوف شعار مختلف عن بقية الشعارة. هان كان مهمته قبل أن يكون نائب السلطنة عندنا في طرابلس أن يحمل بريد السلطان، يعني هو كان مؤتمن على حمل الرسائل السرية التي كان يرسلها السلطان إلى أمثاله من الملوك والسلاطين في عصره. فمع طبعاً بده يكون واحد مؤتمن، معناته رتبته مقرب من السلطان. فنقش شعاره ثلاث رموز هتلاقون على البلاطة الرخامية، فالنافذة اللي هي تطل على ضريح الأمير عز الدين أيبك. هذا بدي أوقف بس لحظة، رحمة الله عليه الشيخ عبد الغني النابلسي قام برحلتين إلى طرابلس سنة 1700 و 1711، فلما شاهد الشباك تبع القبر زعم أن هذا المدفون هنا أحد الأولياء، وذكر ذلك في كتابه التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية، بينما المدفون هو الأمير عز الدين أيبك نائب السلطنة في طرابلس، الوالي شيء والقائد العسكري نائب السلطان شيء آخر. فهذه من أخطاء الشيخ عبد المغني النابلسي رحمة الله عليه. هذه ثلاثة الشعارات اللي هي منقوشة، أنتم مرئين من باب الحديد حتشوفون، حتلاقوا الشباك وفي ناس بيجوا بيحطوا آس، بكرة بيحطوا بالعيد بشكلوه. هلأ نفوت على خان المصريين، خان الخياطين ما بيلو تماما، خان المصريين ما بيفصل بينهم غير 5 متر، هي عرض الطريق بسوق البذركة. أنا خان المصريين من فوق حنشوف الشعار اللي هو منهوش عليه، هذا الجركس اللي بيصنع على الصابون المعطر والملون بالطابق الثاني من خان المصريين. كنا عم نصور عنده الدكتور غازي الله يرضى عليه، اشترى من عنده كمية صابون فالتقط هذه الصور، ونحن نعد لهذه المحاضرة هنشوف بعض النقوش مع الأسف لأنه كلها رطوبة وشمس وإهمال ووسخ. شوفوا هنشوف زهرة اللوتس، في كتير منها بطرابلس منقوشة على عمارة المدينة. لاحظوا هلا هون النجمة السداسية، النجمة السداسية هذا شعار استخدمه المماليك كثيرا على النقود، يعني السلاطين المماليك كان كل واحد ينقش النجمة السداسية اللي هي تنسب للنبي سليمان، نحن نقول خطأ نجمة داود، هي نجمة سيدنا سليمان عليه السلام، وكانت تنقش على النقود المتداولة في بلاد الشام وفي مصر في العصر المملوكي. هدول كلياتهم عم نشوفهم بالطابق الثاني اللي بتطلعوا ورا خان المصريين، حتلاقوا تحت العقد
مع الأسف كمان لأنه محفورين يعني كافي كلس وهذا عم يهرر. حتشوف الصورة 2003 لاحظوا 2010 2015 شوفوا من كل سنة قديش عم ينقص نفس الشعار، شوفوا كيف عم يتاكل. هاني كانت تقريبا شبه كاملة، ها شوفوا ثلاثة مبينين شوي، ها يا دب هذا شكلته شو؟ مين مسؤول عنه؟ أنا وأنتو، من التفت لمديريه الآثار ولا البلدية ولا حدا، هذا تاريخنا وآثارنا، نحن المفروض نحافظ عليه. ما في توعية مع للأسف. تعال جيب مديريه الآثار، قال لك ما عندي مصاري، وطرابلس آخر من يعنيها الأمر، ما في. هيك كنوز منقول نحن بدنا نعيش مدينتنا، هدول اللي بنعيشوها. يعني بنشوف المنظر ونحن نتأثر ونبكي مع الأسف. أنا هاد اللي نعمل شيء، فالبركة فيكم. نفس النقش بأحد المحلات اللي هو بالطابق الأول من الخان، نفس الشيء شوف النجمة تحت، وهنيك نفس الشيء، واحد حاطت بضاعة بالمحل مغطى عليه هناك وحاطت براد ما بعرف شو، حاطت خزانة أو شيء، ومنع حدا إنه يفوت يصور. فلو بيطلع بيدو كان بيكحتهم بيشيلون مشان ما حدا يجي، مع الأسف هذا حالنا. جامع العطار أعلى مئذنة في طرابلس، شوفوا مثل البرج الحربي قديش شامخة وقوية. هذا الباب الرئيسي الشرقي، شوفوا هالصينية ما أجملها، هالفن هذا الألوان اللي فيها، هذا من الداخل. هلا هون الله يرضى عليهم بالأوقاف عم يوبوا بيعمل الترميمات وتصليحات من عند بركة الوضوء وهذه المنطقة. فأثناء العمل عثر على عدة قطع من الرخام، منهم مجموعة قطع كلها عن سورة قد أفلح المؤمنون، ولكن مع الأسف مكسرة ومحطمة، بيطلعوا له شيء 20 قطعة، بدك بقى تجمعهم وتركبهم حتى يطلع بالكلام كليته مسبوك وفي منهم ضايع. من بين القطع عثر على هذه اللوحة فيها رنج السيف، لاحظوا يعني مع الأسف منا كتير واضحة، بس واضح السيف وحتى مكسورة من فوق، فما قدرنا عرفنا مين صاحب هذه اللوحة، وإنما ذكر فيها السلطان المنصوري الناصري وما فيها تاريخ. هلا المنصوري هو قلاوون والناصري ابن محمد، بس بأي سنة ما بنعرف، مين اللي عملها شو المناسبه ما هو مذكور اسمه ولا التاريخ حتى نقدر نعرف من هو، ولكن بهمنا انه فيها رنك، ونحن موضوعنا عن الرنوك حتى نشوف انه قديش عم يتراكم عندنا كمية الرنوك المنقوشة على عمارة طرابلس وما حدا منا بينتبه لها ولا بيعيرها أي أهمية. المستشرقين هن اللي اهتموا، أول من كتب عن الرنوك في العصر المملوكي المستشرقون مع الأسف. الطرابلسيين ما حدا كتب منهم أبدا، أنا كتبت عنهم بالتسعينات بمجلة التاريخ العربي والعالم تصدر في بيروت، جمعت حوالي 25 رنك وصورتهم ورسمتهم ونشرت عنهم دراسة. هلا خلال الفترة هذه من التسعين لحديت هلا طلع معنا عدة رنوك، فهلا حيوصلوا فوق 25 رنك، وشايفينهم كيف كل واحد مختلف عن الثاني، هذه يعني تشكل ثروة هائلة من الآثار. القاهرة كلها أقل من 50 رنك، بدمشق 22 رنك، بحلب 16 رنك، لما طرابلس يكون فيها 25 رنك وما فوق، شو معناتها؟ نعم. انتقلنا من جامع العطار
في بس تطلعوا من الباب الرئيسي بتعدوا سوق البزر كان للطريق، هتلاقوا في زقاق مصفوف ضيق يا دوب عرضه متر ونص بينفذ على الطريق بتوصلكم عليها بركة الملاحة. هون في بيت في درج على قارعة الطريق، برز الدرج منقوش رنك الدوادر. لاحظوا المألمة والمحبرة والحفرة اللي بيحطوا فيها الحبر والمكان اللي بيحطوا فيها القماشة مشان يمسح المحبرة ومحل النشا مشان ينشف الحبر بدل ما هلا بنستعمل نحن النشافة كنا. فكلت ها كان في المفروض مرسوم عملوا أحد نواب السلطنة عزل فورا، إجا النائب محله كان على خلاف معه أمر مسح كل ما كتبه أبقى فقط على التاريخ 872 هجري ومسح الكل. هذا اللي باقي هذا بتشوفوه على قارعة الطريق. يعني الحمد لله لأنه سلم لحديت الله. شوفوا كيف مكحوت محل الكلس لك كيف كان، ولا بيجي ولد خشبة بعصاية بحديدة بي شيء بينكشف بيشوه منيح اللي ما شوهه لنا الكتاب. هذا عم نعود لخان يونس حتى نشوف رانك الدوادار اللي هو شبيه برانك الدوادار اللي موجود عنا. هذا من الجهة اليمنى بس مع الأسف شوفوا كيف مشوه ومطموسة. حننتقل إلى بيت أو دار أو كان قصراً في القديم. شوفوا المنظر، هذا الدكتور إبراهيم بيعرفه، الدكتور إبراهيم حمزة عنا مشرفنا اليوم، صاحب الصيدلية المعروفة عند باب الحديد ونهر طرابلس. هذه عتبة دار الأمير سيف الدين القنطاش. القنطاش هذا الأمير ذكره ابن بطوطة. ابن بطوطة زار طرابلس سنة 726 هجرية وكتب عن جامع طينال والوقفية تبعيته، وبعدين كمل طريقه وعبر ساحل الشام ووصل إلى قلعة أو حصن تسمى شهر بكاس، وقال إن قائد هذه القلعة هو الأمير سيف الدين القنطاش. أصبح هل مكتوب هون سيف الدين القنطاش كان هو قائد الحصن اللي هو بالشغر بكاس اللي هو حاليا يمكن إما في شمال سوريا أو داخل الأراضي التركية. يعني ابن بطوطة برحلته عرفنا مين هو صاحب هذه الكتابة اللي موجودة عندنا. إلى جانب هذا رجعت أنا إلى الوقفية المنقوشة داخل جامع طينال. لما بتفوتوا على البوابة الحلوة الرخام في كتابتين، كتابة على اليمين وكتابة على الشمال منفى. اللي على اليمين هي كتابة وقفية جامع طينال، شو واقف على الجامع اللي مصلحه مشان ينفق عليه الخطيب والإمام والخادم والفرش والزيت والحصير وكذا والأشياء، فحاطت الأماكن التي وقفها لمصلحة جامعه الذي بناه. من جملة الموقوفات يقول في الوقفية بستان الأمير القنطاش. فمن هنا نقدر نعرف أن هذا القنطاش كان موجود بسنة 726 رحلة ابن بطوطة جاء فيها على طرابلس بهذه السنة. ونفس الشيء الأمير طينال عمر جامعه سنة 736 هجرية ووقف بستان الطنطاش لجامعه. يبقى عرفنا الطنطاش أمتين كان موجود عنا، وهذا البيت له مما عمل برسم الأمير سيف الدين الطنطاش. بده يكتب السيفي ما بقى في محل أن كتب بالمقلوب. لاحظوا من أسفل إلى أعلى السيفي، والسيفي معناها شعاره شو شايفينهم السيفين، واحد على اليمين كمان متاكلين ومهملين وموسخين ومنظرهم يعني مع الأسف مهمل،
فحضأني ومشان يبين السيف واحد على اليمين وواحد على اليسار. لكن كيف شوية التام بينكسر، وهذا هون يبدو أنه كان مدخل القصر تبعه. شوفوا الزخارف مشوينه ودهنينه والله أعلم. شوفوا بقى الوسع وين عند مدخل الدار تحت الكتابة. هذه الكتابة محل ما يشير السهم، وشوفوا الأوساق والمنظر. يعني هذه حالتنا مع الأسف. على فكرة اللي يعني أحد إخواننا حاليا من حاضر زميلنا في الدراسة في مصر مع سماحة الشيخ عبد الرزاق الزاهر رئيس الأوقاف، كان اسمه الأخ الكريم عبد الكريم البضن، كان يسكن في محلة ظهر المغر أو منطقة الصويقة، هو اللي أشار عليها بأنه في هنا كتابة، وكان بمعيتنا أخونا الأستاذ عبد الرزاق الزاهر. جامع البرطاسي صورة قديمة لنهر المدينة، لقطة ثانية لا له. شوفوا ما أحلى النهر، المي كيف صافية جميلة جدا، والجامعة شوفوا هلا حالته لما صعفوا الصرامي مع أجلكم والبلهات والمنظر. طراز أندلسي بالنافذتين اللي هن بالجهة الغربية. شوف شوف المدن كيف واقفه على هالفراغ. هذا اعجاز عمراني ما له مثيل. هالطخامه هيدي والثقل وين واقفه على فراغ ما في شيء حملها من تحت. هذا مسجد البرطاسي هو جامع وفي ان مع المدرسه لتعليم الفقه والحديث على المذهب الشافعي، كما هو منقوش على مدخل الجامع أو المدرسة. ولكن مع الأسف الكلام المكتوب ناقص، يعني حتى من قديم كمان كان في ناس من بيعتنوا فرحوا معمرين وطمسوا الكلام. هلا من التزيينات يبدو لا معمروا الجامع هو للأمير سيف الدين عيسى ابن عمر البرطاسي الكردي، هو اللي عمر هذا الجامع، وكان أميرا معروفا وكان صديقا ومرافقا للمؤرخ الكبير شهاب الدين النويري صاحب كتاب نهاية العرب في فنون الأدب. بناه حوالي سنة 700 هجرية. نحن هلأ قداش؟ 1436. احسبوا هون كم سنة قالوا؟ لما عمروا بدهم يزينوا، لقوا بعض المباني من الآثار الفاطمية. حتلاحظوا اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أخذوهن وعملوا فيهم تزيين، والرابعة اسم محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا كيف متداخلين الكتابات ببعضهم. هون أربعة أسماء محمد، وهنيك ثلاثة كليتون علي علي علي. لاحظوا أما داخل القبة الأساسية تبعته، هذا عند المدخل، بس تفوتوا بالجامع القبة الداخلية. هلا الجامع ما في رنك اللي عمره مع الأسف، مع أنه أمير. أنا يمكن أقول أنه محل منه مطموس، يمكن كان حطت شعاره هنيك فأزيل. ولكن من حسن الحظ من حوالي 20 سنة الظاهر في بعض الناس عندهم بيوت متهدمة أو كذا أو حفروا، فعثروا على هذه اللوحة الرخامية اللي شايفينها ضخمة، يعني بدها 4-5 أشخاص حتى يقدروا يحركوها، طيلة جدا. شوف داش حجمها وعرضها. فوجدنا أنها عليها تحمل رنكين لسيفين على اليمين على اليسار، لأنه من هم بين كتير فحضأنا مشان نشوف شكل. فنسبنا إلى جامع البرطاسي لأنه موجود هناك، إن شاء الله ما حدا بيسرقه. على دائرة الأوقاف أنه تهتم وتحط حارس وتنبه على الثروة دي. المنظر البائس هذا عمره 60 سنة هلأ تماماً،
من وقت الطوفة سنة 55، نحن هلا 2015 حسبون 60 سنة تماما، وهذا المنظر صقفة واقع ومغلقة بهالمنظر الكئيب، ولا حدا عم يحس عنده شعور بأنه هيدي بدنا نحييها ونعمرها ونعيدها. كان فيها أجمل محراب من المرمر، أنا شايفها وفيت لجوا، وكان فيها قطع من السلاح المملوكي، رماح وسيوف وخوذات للجهاد. هلأ إذا بتصلوا بجامع محمود باك السنجة حتشوفوا جنب المنبر وجنب محراب الجامع حتلاقوا في قطع رخام مزخرفة مأخوذة من محراب هذه المدرسة. مع الأسف هذه معمرة أمير اسمه تغري برمش الظاهري. ليش عمره؟ لأنه كان عنده بعيد من هون ولدين صغار ماتوا، يبدو أنه كان في طاعون فماتوا اثنيناتهم، فعمر المدرسة ودفنهم فيها وأرخ العمارة تبعيتها سنة 779 هجرية. إجا كمان أخونا الله يرحمه الشيخ عبد الغني النابلسي، شاف المدرسة أرى كلمة الظاهرية أو الظاهري فناسبها إلى السلطان الظاهر ببرز. شوفوا بقى تغري برمش توفي سنة 842، احفظوا التاريخ 842 توفي تغري برمش اللي عمر هذه المدرسة. الظاهر ببرز توفى 676، كم سنة فرق بينهم؟ فكيف أنسبها إلى الظاهر ببرس؟ والظاهر ببرس ما قدر فتح طرابلس حتى يعمل المدرسة. فهذه من جملة الأخطاء الشائعة، ولكن مع الأسف ما في مين ينقد ويحقق هذه الأخطاء. كمان هو كان يقدم الشراب والطعام للسلطان في مصر، فحط الشعار تبعه اللي هو الكأس، مثل ما كنت شايفين عمل كأسين. هذا يسمى في علم الرنوك شعار مركب، يعني ما بتكون بدل قطعة واحدة بتكون قطعتين أو ثلاثة أو أربعة، فمن يكون أكثر من واحد بيكون شعار مركب. هذا شعار مركب لأنه كأسين، واحد كبير واحد صغير من تحت، وحتشوفوا مثل شكل الهلال بنص الكأس. لاحظوا طبعاً لما بتروحوا أنتم ما حتقدروا تشوفوا هالمنظر، بس لأنه الله يرضى عليه الدكتور غازي حط الكاميرا يعني لح يكسر الكأس مشان نورجيكم اللي هو الطابع تمام. واحد من هون على اليمين والثاني على الشمال، يعني في محلين لها الرنوك على هذه اللوحة. طبعا المدرسة بأول طريق بيسموها تحت الصباط، وين الدنون تبع الفول باب الحديد جنبه في زقاق بتفوتوا حتى لو المدرسة. لاحظوا قلعة طرابلس المسجد اللي كان فيها، وين هو هلا؟ شايفين الميدنة؟ هذه ما أنها رسمة ولا واحد طرابلسي رسمة، واحد أوروبي من السواح الأوروبيين اللي كانوا يجوا على طرابلس ويزوروها فيعجبوا بهذا المنظر للقلعة والنهر والمآذن الكثيرة، ويرسموا المادنة اللي كانت طالعة بأعلى القلعة. أين الجامع الآن؟ ما حدا بيسأل فيه. أنا كتبت رسالة وبعتها لدار الإفتاء من حوالي 15 سنة، واتصلت بوزارة السياحة ونزلنا على بيروت على مديرية السياحة وطلبنا منه أنه بدنا نعيد الجامع. بقوا يلفوا يقدروا ويلفوا يقدروا، وسمعت المفتي حط الطلب بالدرج ونقم عليه. هذه حالتنا. هذا محل الجامع صار مركز للجيش الأسترالي وقت الحرب العالمية، عملوا سكني مثل ما هلا الجيش اللبناني واحد داخل القلعة، جيش الجنود الأستراليين اللي اجوا مع الإنجليز في الحرب العالمية وهزموا الدولة العثمانية عملوا السكنة تبعتهم مكان
الجامع. هذه لوحة أصدرها السلطان شعبان ابن محمد ابن قلاوون، مرسوم عسكري للجيش في دولة المماليك، وهي أنه كانت الدولة تدفع مصاري رواتب للجنود على أساس الحساب القمري، على أساس السنة الهجرية القمرية. فالسنة القمرية تنقص عن السنة الميلادية 11 سنة كل يوم، كل سنة ما هي 11 يوم، فهيك في فرق. فهو عمل مرسوم مشان يعدل من القمرية إلى الشمسية. ما حب ينشر هذا المرسوم العسكري إلا عنا بطرابلس، يعني القاهرة كلها ما في مرسوم عسكري للسلطان شعبان، بعد إلى طرابلس وحطوه وين؟ داخل القلعة. فهذه البوابة وهذا الجدار كليته مملوكي، يلي بيدعوا بيه تشدقون إنه هيدي قلعة صليبية، هذا مملوكي وهذا السلطان شعبان. وهذا شعار مثل ما شايفين، خنجر أو سيف وفائل منه حدوة الحصان، هذا شبيدل الشعار، هذا داخل القلعة. مع أنه الأمير موريس الشهاب عمل تنقيبات وكشوف داخل القلعة، والدكتور حسان سلامة سركيس عمل دكتوراه بالسربون عن الحفريات التي أجراها داخل القلعة، لم يعثروا على هذا الرانك العبد الفقير اكتشفوا. بهذه المنطقة من الجهة الشرقية من القلعة كان فيها الماخور. شو معنى الماخور؟ اللي هو الاسطبل، اسطبل الأحصنة والدواب اللي كانوا العسكر بيستخدموه. فالأمير على هذا الماخور، هذا كان شعار السيف وحدوة الحصان أو الفرس أو الدب، فنقشها على هذه الصخرة. هلا ما بنعرف بقى هالإكسات، هل هي من وقته ولا حدا حاول يشوهها؟ أنا عارفين الله، المهم الحمد لله لسه محفوظة حتى الآن. هذه الزهرة كثيرة في العصر المملوكي، منقوشة على كثير من العمارات، على أماكن مساجد، على قلاع، على أبراج، حتى على دور سكنية، على الحمامات وكذا. هذا رمز داخل قلعة طرابلس أيضا منقوش داخل القلعة. هلا حنروح مسافة طويلة بقى من هلا طرابلس، حنوصل على سكة الترين تعرفوها، برج الأمير برسباي اللي بيدعوه كثير حتى من أولاد البلد عندنا بطرابلس مع الأسف، وحتى الآن رغم أنه عدة مرات بنقول لهم يا عمي هذا منو صليبي، هذا منو ريمون دي تولوز اللي عمره، هذا اللي عمره نائب السلطنة في طرابلس اسمه برسباي. ادعوا بقى أنه في لوحة ما حتى ما نكون شايفين أنه هذه كان عليها شعار الأسد وهذا شعار ريمون دي تولوز. ما بيعرفوا بالتاريخ أنه ريمون دي تولوز كان شعاره الصليب، ما له علاقة بالأسد. بعدين برسباي رجعنا الصورة دكتور غازي، إذا سمع حتشوفوا المدنة بالطابق الثالث. هلا أنتم بتشوفوا البرج من طابقين، من ثلاثة طوابع، ولا يكون مدني فين. وهلا حتشوفوا المنبر، عفوا المحراب تبع الجامع بالطابق الثاني، لا يكون محراب. هذا يكذب كل التزوير والتشويه يلي بين آثارنا. برس باي هو نائب السلطنة في طرابلس المملوكي، هو الذي بنى هذا البرج، وهذا شعاره أربع كؤوس. بس تفوتوا بالبرج تطلعوا السلالم الواضحة الظاهرين بالبرج، حتفوتوا من الباب، قفل الباب مقفل منه، حتلاقوا النقش. الكلام مش من عندي، من عند مستشرق فرنسي اسمه جان سوفاجي، هو دخل واكتشف هذا الرنك وكتب عنه دراسة بالفرنسية ونشرت في مجلة المتحف الوطني اللبناني. إلى جانب هذا أحضرت من حوالي 10 سنين مخطوطة من مكتبة الإسكندرية
لمؤلفها اسمه عبد الباسط ابن خليل ابن شاهين الظاهري. هذا المؤرخ اجى درس عندنا في طرابلس بالجامع الكبير، قعد بطرابلس 5 سنين هو وابوه واخواته. اثناء فتره دراسته والاستراحه حب يتمشى ويتعرف على مدينه طرابلس، فشاهد البرج فدخل اليه ووصفه وصفا دقيقا في كتابه اللي انا حققته ونشرته. بيقول لك من اعظم الابراج الحربيه، له 3 طوابق وله منارة للأذان في أعلاه، وبداخله فرن وبداخله مواد تموينية للعسكر المرابطين اللي فيه، وعلى جداره من الخارج مقبرة كان أي واحد مثلا من المرابطين المجاهدين اللي فيه بيموتوا بيندفن على جدار البرج، مثل ما الشيخ عفان مدفون على جدار برج الأمير الطرابلسي اللي هلأ الرئيس مئاتي استملكه. هذه معلومات أعطيكم إياها، ما في مجال للشك فيها، الكتاب موجود مطبوع ومتداول. هذا المحراب والرنك تبعه واضحين، حتشوفوا 4 كؤوس نشرهم جون سواجي بالمجال. تقطع أي شك وأي تزوير وأي تشويه أنه هذا برج صليبي، كذبوا، هو برج إسلامي مثل بقية كل الأبراج اللي عمرها سلاطين أو نواب السلطنة في طرابلس. حنشوف كمان البرج اللي قلنا لكم عنه، برج السمك اللي هو جنب الشاطئ الفضي مباشرة. نوهت في أنا في بداية المحاضرة وضربنا في المثل بخان يونس. هذه كتابة المدرسة المملوكية الوحيدة الموجودة في الميناء. كل المؤرخين والباحثين اللي كتبوا عن أثر طرابلس ولا واحد منهم ذكرها، بما فيها المرحوم الشيخ محمد كامل البابا، ولا النابلسي ولا غيره، ولا فيليب حتي، ولا كل المؤرخين والآثريين اللي زاروا طرابلس، حتى الدكتور سيد عبد العزيز سالم اللي كتب عن طرابلس كتاب 600 صفحة لم يأتي على ذكر هذه المدرسة. هي موجودة بس أنا ما كنت أعرف فيها، قمت بجولة بالميناء وحتى أكشف الآثار فعثرت على هذه المدرسة، هذه الكتابة تبعتها واللي معمرها هو الناظر على مرفأ طرابلس أو ميناء طرابلس اللي هو برائب السفن، حركة السفن الصادرة والواردة. فبده يصلي فعمر هذه المدرسة، هو علاء الدين المرداني من مدينة مردين حاليا بتركيا. تاريخ المدرسة احفظوه 707. شوفوا كم سنة، هلا 2034 أو 36. أيضا رانك لا مثيل له في كل الرنوك المملوكية، لا بمصر ولا في بلاد الشام إلا بطرابلس. هذا الرانك شايفينه كيف؟ بدكم تمثلوا أنه هو ناظر على الميناء، يعني على أمور البحر. شو اللي بالبحر؟ هي السفن والمراكب. ما المركب أو السفينة ما بده يرسي على الشط، بده يحطوا له طقالة مشان الموج ما يلعب فيها ويسحبها. فهذه الطقالة كانت هي شعار الأمير أي دغمش المردان. هذا فريد من نوعه، لم أجد منه مثيلا له لا في القاهرة ولا في الإسكندرية ولا في دمشق ولا في حلب. انفرد طرابلس بهذا النموذج من الرنوك. وهلا بحب منكم بفوت على السوق القديم بسموه سوق الإسلام بالميناء، حيلاقي المدرسة بتطلع على بالدرج، حتلاقي اللوحة من الرخام الأبيض الناصع، حتشوفوها، حتشوفوا الرنك على اليمين وعلى اليسار، وهذا التاريخ تبعه 707 هجري. هنمشي كمان مشوار طويل على الكورنيش الميناء لحتى نوصل على برج الأمير أيتمش يلي هو عمر جسر نهر الكلب.
لا هو ما بلشنا بالمحاضرة ورجعناك للجسر وعلى الكتابة وعلى الشعار طبعا. هذه البوابة طبعا الله يجزيه الخير الحاج نهاد الزيلع لما استملك البرج وهدم البرج أو القسم الأكبر منه حب أنه يعيد الطراز طبعا في عمل هذه البوابة بهالشكل. يلي بيروح على الشاطئ الفضي حي لا يا بنا مباشرة جنبه على طول هو جنب مطعم الشاطئ الفضي. وهذا مقابله كان قسم من البرج لما شاءوا السكة صاروا منفصلين عن بعضهم. أنا والدكتور غازي من حوالي 35 سنة رحنا صورنا هذا. تاني يوم رحنا مشان نكمل التصوير كان هدم. يبدو أنه أحد شافنا أحس فينا أنه عم نصور يمكن كان. تاني يوم أبدا بالضبط ما مر 24 ساعة لقيناه راح تماما اختفى. فهذا البرج اللي هلا حولوه إلى مطعم للسمك مفروض كان عليه الرانك اللي كان منقوش على جسر نهر الكلب لأنه اللي حط جسر نهر الكلب وعمره هو الأمير أيتموش وهذا البرج هو اللي عمره الأمير أيتموش. فمعناته شعاره كان داخل هذا البرج. وصلنا إلى جامع الوفاء حيث تستمعون بكل صبر وبكل إصغاء وأنا شاكر لكم يعني هذا الحضور الكريم وسعدت بوجودكم وكل عام وأنتم بخير.